التعاقد اللي تعاقدنا مع المواطنين بإصلاح التعليم، راكي شفتوا هذا الورش بدا تينزل، والركيزة الأساسية ديالو اللي هو المحور ديال تكوين الأساتذة، راك شفتوا كيفاش الحكومة بدات تنزل هذا الإصلاح. وراه نهار الاثنين اللي فات هذاك التعاقد اللي وقع بين رئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير التعليم العالي، اللي تيعطي واحد الآفاق جديدة للتكوين ديال الأساتذة ديالنا، لا في الكم ولا في الكيف، لأنه من هنا 2023 ولا 24 غادي يتكونوا 50,000 أستاذ بواحد طريقة، واحد النوعية، واحد باش تكون واحد الجودة في التكوين اللي تعطينا واحد الجودة في 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 في, في الأستاذ، اللي يمكن تعطينا واحد الجودة في 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 في, في, في المنظومة التعليمية، باش المواطن وباش هذاك التلميذ يوصل للمستوى اللي خصو يوصل ليه، باش تكون عنده جميع الفرص باش ينجح في الاندماج ديالو في الحياة المستقبلية ديالو. فهاد الورش هذا كبير، راه شفتوا رغم الإكراهات ديال الأزمة، راه لو كاب ديال رئيس الحكومة راه شادو الالتزامات مع المواطن، شد 4 مليار ديال الدرهم اللي تخصصات لهاد الجانب ديال التكوين، لانه كما في علمكم ديك الساعه الاساتذه المتعلمين كانوا بعد نوبات يرفضوا يمشيو يديروا التكوين ديالهم في الاقسام، لانه التكوين المحور ديال التكوين منهجية الجديدة ديال التكوين ديال الأساتذة جات بثلاثة المحاور: التكوين الأساسي والتكوين المهني وتم التكوين التطبيقي، لأنه خصو يمشي للقسم ويتكون، ولهذا تخصصت واحد المنحة ديال 1000 درهم في الشهر لهذاك الأستاذ المتعلم باش يقدر يمشي يلتحق بقسم ويمشي لهذا. راه 4 مليار ديال الدرهم في هذه الظرفية ماشي سهلة باش خصصتها الحكومة باش نلتزم بالوعود بالالتزامات ديالها في البرنامج الحكومي.